هقول لكم شوية كلمات في يوحنا 17 اللي كنا ابتدينا فيها قبل كده. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض إلى آخر. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء. في ناس بيتكلموا عن يوحنا 17 ويقولوا الصلاة الطويلة التي صلاها المسيح، وأنا أحب أن أسميها حديثا بين المسيح والآب، حديثا بين الابن والآب، أو مناجاة بين الابن والآب. حتى الكتاب ما قالش وصل، رفع عينيه إلى السماء وقال. البعض ساعات بيعثر لما يلاقي المسيح يصلي، لأن بيفكر في لاهوته فقط، لكن المسيح كما هو كامل في لاهوته هو أيضا كامل في ناسوته. ولكي يكون كاملا في ناسوته لابد أن يصلي. تسمي الصلاة دي مناجاة أو حديث، سميها ما شئت. وأيضا إذا كان لا يصلي سوف لا يستفيد منه أحد، لأن هيقول له ده مش بتاع ربنا، ده عمرنا ما شفناه بيصلي، فيرفضه. فهو كان من أجلهم يكمل كل بر. يعني هو ليس محتاجا إلى الصوم، لكن يصوم لكي يكون لبر، وليس محتاجا إلى الصلاة، لكن يصلي لكي يكمل كل بر، وليس محتاجا إلى معمودية التوبة، لكنه يعتمد معمودية التوبة لكي يكمل كل بر، وأيضا لكي ينوب عنا في هذا كله. يعني لما المسيح يصلي البشرية كلها صلت في شخصه. لما المسيح يكون بار يبقى البشرية كلها صارت بارة في شخصه. لما المسيح يصوم يبقى البشرية كلها صامت في شخصه. لما المسيح يعتمد يبقى البشرية كلها اعتمدت في شخصه، لأن هو نائب عنه. فعشان كده لازم يبقى كده. كان المسيح فيما يتكلم يعلن عن ذاته من جهة لاهوته، خلي بالكم العبارة دي، يعلن عن ذاته من جهة لاهوته ويقدم قدوة للناس من جهة ناسوته. يعني لما يقول أنا والأب واحد، بيعلن لاهوته، ولما يصلي ويصوم يبقى بيعطي قدوة للناس من جهة ناسوته. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب. رفع عينيه نحو السماء مجرد درس لينا أن احنا نتجه إلى السماء التي هي كرسي الله، لكن ربنا موجود في السماء وموجود على الأرض وموجود في كل حتة. ده انت ممكن تبص لقلبك كده وتصلي ربنا موجود جوه هنا، وضروري ترفع عينيك نحو السماء. بس اصطلح على هذا، اصطلح ايه على هذا؟ يقول لك السماء كرسي الله، اما ربنا موجود في السماء وموجود في الارض وموجود فيما بينهما،
ولا يحده مكان، وموجود في كل مكان ولا يحده مكان، بس رفع نظر إلى السماء. دي مجرد يعني حاجة سيمبوليك، حاجة رمزية. رفع نظر إلى السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة. الكلام ده كان بعد ما قعد مع التلاميذ وعمل معهم العشاء الرباني، وهيتجه بعد كده البستان والسيماني وبعدين يقبض عليه، فبيقول له قد أتت الساعة. أتت الساعة اللي هي بقى بدء عملية الصلب اللي هو هيقبض عليه. ودي توري إن السيد المسيح جاء من أجل هذه الساعة، لأن لو ما كانش عايز كان يروح في حتة تاني، ما هو عارف إن هيقبض عليه بستان جثيماني. فما دام هيقبض عليه بستان جثيماني، يبقى لو كان بيهرب من حكاية يروح حتة تاني، لكن ده ذهب إلى هناك حيث يقبض عليه. وهنا يكون السيد المسيح سلم ذاته للموت، وإحنا بنستخدم التعبير ده إن هو سلم ذاته للموت، لأنه لو أراد أن لا يموت كان ممكن، لكن هو راح مسلم ذاته، ذهب إلى المكان اللي عارف إنهم متفقين عليه، وعارف هيجي فيه يهوذا، وعارف هيجي فيه جند، وعارف في الوقت ده، وبيقول قد أتت الساعة، أتت الساعة التي أدفع فيها هذا الموت. الناس لم يطيعوك، أتت الساعة لنا أطيعك فيها حتى الموت، موت الصليب. أتت الساعة التي أكون فيها ذبيحة محرقة يتنسل منها الآب رائحة الرضا. أتت الساعة التي أكون فيها ذبيحة خطية أحمل فيها خطايا العالم كله. كلنا كذنب ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. أتت الساعة التي أحمل فيها إثم الجميع، وأقف أمامك لأدفع ثمن كل هذه الآثام. أتت الساعة التي أسلم نفسي فيها للموت، كشاة تذاق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جزيها. لا أدافع عن نفسي ولا أتخلى عن الصليب مهما كانت تحديات الناس، مهما تحدوا قالوا لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، أقول لهم لا، ده أنا لو ابن الله أقعد على الصليب عشان أرضي الآب بهذه الذبيحة وأدفع ثمن الخطية. قد أتت الساعة التي تتمجد فيها أنت كإله عادل أخذت حقوقك، والتي أتمجد فيها أنا أيضا كفاد فدى البشرية كلها. عشان كده قال له إيه؟ أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابن، مجد ابنك لكي يمجدك ابن، يمجدك ابنك أيضا. تمجده يعني إيه؟ يعني تقبله كذبيحة. ولذلك ذبيحة الخطية كانت تعتبر قدس أقداس، وأنها حملت خطايا العالم كله. وذبيحة المحرقة كانت تعتبر قدس أقداس. تمجدني مش تمجدني بمجد العالم، مش تمجدني بالعظمة، مش تمجدني زي ما الشيطان قال ارمي نفسك من فوق الجبل والملائكة يحملوك والناس يتفرجوا يقول يا سلام يا سلام. أبدا، مجد ابنك على الصليب. انتوا فكركم مجد الشهداء كان ايه؟ مجد الشهداء كان في آلامهم. مجد الشهداء انهم في آلامهم لبسوا الإكليل، فكان لما الشهيد بيجي يقدم نفسه الموت كان هو ده المجد بتاعه، مش المجد العالمي. المجد العالمي المسيح قال مجدا من الناس لست أقبل. أما إيه المجد؟ المجد إني أكون شهيدا
عن حياة العالم كله، أمجدك بأن أعطيك حقك الذي سلبه الناس منك، وأتمجد أنا بإكليل المجد الذي أخذه كفاد ومخلص. مجد ابنك لكي يمجدك ابنك أيضا، هذا هو المجد. لعل من أجل هذا بولس الرسول قال نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، فالمجد في الألم. والسيد المسيح لما جاي يتكلم على بولس قال سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. وأيضا الرسول بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تدخلون في تجارب متنوعة، لأن هو ده المجد بتاعك. مجدك إنك تقبل الطريق الضيق وتمشي فيه، مجدك إنك تحمل صليبك دون تذمر وتكون شاكرا وفرحا. أيها الآب مجد ابنك، مش مجد ابنك يعني تديله مجد، يعني تقبله كذبيحة، ده المجد. لكي يمجدك ابنك أيضا، يمجدك في الخلاص العظيم الذي يعطى للبشر، ويمجدك في بناء الملكوت الذي يبنيه لك. بهذه الطريقة ويمجدك في أنه يرجع لك كل أولادك إن الشيطان أغراهم وأبعدهم عنك، لأن المسيح على الصليب هيقضي على الخطية والشيطان والموت. أدي مجد المسيح أنه قضى على الخطية والشيطان والموت، ومجده أنه أمسك الشيطان وقيده 1000 سنة على الصليب. ليمجدك ابنك أيضا إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. أعطيته سلطانا على كل جسد. هنا المسيح هو داخل إلى الصليب يتكلم أيضا عن خلاص الأمم وخلاص كل الشعوب وليس اليهود فقط. أعطيته سلطانا إيه؟ على كل جسد، لكي يعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد للعالم كله. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، زي ما ورد في مرقس 16 ومتى 28. السلطان ده يستخدمه ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. جايز ربنا يعطيك سلطانا كخادم مدرسة لحم تخدم في الكنيسة، تستخدم السلطان ده من أجل كبريائك، من أجل عظمتك، من أجل نفختك، من أجل كذا كذا، ولا تستخدمه لتعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. أعطيته سلطانا على كل جسد، السلطان ده يعمل به إيه؟ ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهنا يوري ان الابن وهو داخل على الصليب داخل ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. طب مين هم كل من أعطيته؟ كل من يؤمن به، كل من يقبله، هو ده هياخذ الحياة الأبدية. من يؤمن بالابن له حياة أبدية. يبقى المسيح وهو قادم الى الصليب فكر في حاجتين. أولا في مجد الصليب، إن الصليب ده مش ألم، ده مجد. وتاني حاجة فكر فيها إنه يعطي حياة أبدية لكل الذين يؤمنون به. وحاجة تاني إنه يمجد الآب بموته. المسيح مجد الآب في حياته ومجد الآب بموته، مجده بحياته الحياة الكاملة المطيعة لله في كل شيء، ومجده في موته بالموت الذي بنى به الملكوت واشترى به الأمم والشعوب وكل ذي جسد وأعطى حياة أبدية.
وتقول له ماذا بحزين شوي، احنا بنتكلم على الوضع السليم في الفداء. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك. أوعى تفتكر الحياة هي التنعم، ولا الحياة هي اللذة، ولا الحياة هي المجد العالمي. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. تكون لك حياة إذا عرفت ربنا، وإذا لم تعرفه لا تكون حيا على الإطلاق. طب والعالم ما كانش يعرفه؟ ما كانش يعرفه. شوفوا في آخر إصحاح بيقول له إيه؟ بيقول له أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أرسلتني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به ويكون أنا فيهم. العالم لم يعرفك، أما أنا فقد عرفتك. أنا عايزكم تعرفوا إن معرفة الله دي شيء كبير، مش مسألة هدي. هو تفتكر معرفة الله يعني إنك أنت تؤمن بوجود الله؟ لا أبدا. تؤمن بوجوده ده شيء، لكن تعرفه ده شيء كبير جدا. مين فينا يعرف ربنا معرفة حقيقية؟ الله الذي لم نره، الله الذي نلمس صفاته في خليقته، لكن هو شخصيا ما عرفناهوش. ده بولس الرسول بيقول انظر كما في مرآه، لكن هناك في العالم الآخر وجها لوجه. العالم لم يعرفك، أما أنا فقد عرفتك. ده ناس كثير من النساك والزهاد والمتصوفين، أقصى درجة يقولونها في التصوف هي درجة العارف بالله، يعني يصل إلى معرفة الله الحقيقية، لأن مش كل واحد يقدر يعرف ربنا. ده اللي يعرف ربنا ده يذوب حبا من معرفة الله، يذوب حبا. ده إحنا عرفنا الآب في ابنه، عرفناه في هذا التجسد، فأخذنا فكرة جميلة جدا عن المسيح. طب الآب في مجده، الآب غير المحبوب، غير المفحوص، الذي لا ينطق به، دي حاجة كبيرة احنا لسه ما وصلناش ليه. ربما انت تعرف ربنا بعض المعرفة العقلية، لكن هل عرفته بطريقة ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب؟ لسه دقت ربنا واستطعمته ولا ما دقتش؟ زمان ربنا كان زمان يعرفوا ربنا معرفة الخوف، لما جم على الجبل ساعة الوصايا العشر قالوا له لا ربنا ما يكلمناش، اسمع انت منه قول لنا، ما نقدرش نكلم ربنا عشان نموت، كانوا بيخافوا. وبصوا لقى الجبل اضطرب والدخان ارتعش، نفس موسى قال انا خائف ومرتعب. لكن معرفة الحب، معرفة القلب الحنين، معرفة الأب، معرفة الله الطويل الأناة الكثير الرحمة الجزيل التحنن، معرفة الله الكامل الجمال الذي لا يعبر عن جماله بلغة البشرية، معرفة الله التي تخطئ اللغة في كل مرة تتكلم عنه، ما تستطيعش، اللغة محدودة والله غير محدود، فاللغة مش عارفة تلم نفسها قصاد ربنا تقول ايه. ساعات اللغة لما تيجي تتكلم بالسلبيات، يعني ايه تتكلم بالسلبيات؟ تقول غير المحدود، ده سلبيات، الذي لا ينطق به، هذه سلبيات، غير المفحوص، هذه سلبيات، غير المدرك، هذه سلبيات. يعني الله ده اللي انا مش عارفه، الله اللي انا ايه؟ مش عارفه، وما اقدرش احسه، وما اقدرش ادركه.
هذه اللغة بتقول كده، لا تعرف ايه اللغة. هو صفات الله لما احنا نقولها اللغة هتفهمها؟ اللغة بتتلمس الطريق وتتحسس الطريق وتدور على مفردات تتكلم بيها، وبعدين ما تعرفش تقول يا رب أنت غير المدرك. يعني غير المدرك؟ يعني أنا مش قادر أدركك. أدركك إزاي؟ بعقل الصغير ده أدرك غير المعلوم؟ أنت غير المفحوص، يعني إحنا ما نقدرش نفحصك. ليه؟ ما نفهمش عقلنا ده يفحص إزاي؟ ده بقول لك الله كائن في نور لا يبنى منه، برضه دخلنا في السلبيات، ما تقدرش تقرب عليه. مين يعرف ربنا؟ أنا أقول لمعلمنا بولس، يعني الذي لا نستحق تراب قدميه، أقول له يا معلم القديس بولس عايز أسألك سؤال يا ريت تعرف تجاوبني عليه. ومش عارف هيجاوب عليه بولس يقول إيه، لغاية دلوقتي مش عارف بولس هيجاوب يقول إيه. أنت بتقول حاليا احنا بننظر كما في مرآة، ولكن حين ذاك وجه الوجه. احكي لي بقى وجه الوجه دي تبقى ازاي؟ ازاي هتشوف الله وجه الوجه وهو غير المدرك وغير المرئي وغير المفحوص وغير المدرك وغير المستحيل وكل هذه البيرات البيرات البيرات؟ ازاي؟ ازاي وجه لوجه؟ مش عارف. هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. يعني إيه يعرفوك؟ يعني أنا أطلع لفوق، لو طلعت أطلع لفوق وأجيب أشوف ربنا، نور لا يدنى منه، مجد مش ممكن ينطق به، يقول يا رب مش قادر مش قادر، طبيعة البشرية دي ضعيفة ومش قادرة تحتمل. يقول لي أظهر لك شيئا بسيطا من مجد لكي تعرفه. المجد ده هو يحول الإنسان إلى دهش مش عارف ينطق وواقف كده مرتبك مش عارف إيه هو اللي قصاده ده، ويقعد يشبع 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 من ربنا ويرتوي من هذا الجمال العظيم ومن هذه المعرفة ومن هذا المجد. وبعدين يقول يا رب طب وسع قلبي شوية عشان أفهم أكتر. يوسع شوية وقلبك يتسع، لكن لسه أنت غير محدود، وأنت محدود وربنا غير محدود، والمحدود ما يقدرش يدرك غير المحدود. تعرف شوية، وكل شوية ربنا يعلن لك شيئا من ذاته. لحد أمتى؟ هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. هي الحياة الأبدية كده تقعد تعرف ربنا. كل شوية تدوق شوية، تستطعم وتنبسط وتدهش وتتلخم وتتوه في فكرة وما تعرفش أزيد من كده، وتقول له كفانا كفانا أنا مش قادر، لحد كده مش قادر، لحد كده مش قادر، لحد كده مش قادر. ما هو في جمال يبهر يبهر البصر. بولس الرسول شاف شوية من هذا الجمال، عينيه جت من قشور وما قدرش حاجة تبهر. إذا كان بولس جاله قشور لمجرد شاف المسيح على الأرض مجرد نور كده، أمال بقى في السماء يعمل إيه هو راح؟ طبعا العينين دي مش هتبقى عينين، نعطى عينين روحية، والعينين الروحية تدرك أكتر، لكن مهما أدركت برضه محدودة، وما دام محدودة مش هتعرف الله غير المحدود. أمال كيف نعرفه؟ هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. ده أنت لما تعرف ربنا هتحتقر حياتك على الأرض. تقول بقى أنا كنت عايش في هذه الدنيا سرحان في شوية تافهات، ما تزيدش على التافهات، ومضيع عمري في التافهات والماديات، وإيه اللي أعرفه؟ كل جمال تراه على الأرض
لما تطلع عند ربنا تلاقي الجمال الحقيقي ايه؟ الجمال الارض ده يطلع ايه؟ مفيش حاجه خالص. كل حكمه تراها على الارض لما تطلع فوق عند ربنا تلاقي حكمه العالم جهاله عند الله. يقول لي انا كنت مضيع عمري في شويه الحكمه البشريه دي. وفي معارف لا تودي ولا تجيب. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك، يعرفوك المعرفة الاختبارية، يعرفوك معرفة من يذوق وينظر، زي ما قال الرسول: الذي رأيناه، الذي لمسته أيدينا وشفته عيوننا. ده المسيح عبارة عن اللاهوت مستترا في الناسوت، لأن اللاهوت لوحده مش ممكن أبدا، ما تقدرش لحد هنا وتقف. ومع إنه مستتر في الناسوت أنت مش قادر تشوف ناسوته برضه. لما شافه يوحنا في سفر الرؤيا وقع عند قدميه كميت، ما قدرش. ولما شافه بولس الرسول، ده شاف إيه؟ ده شاف جزء بسيط بس. جات له قشور على عينيه. وأنت ما تطلع فوق تشوف إيه؟ تقول انا كنت مضيع عمري في الدنيا دي، كنت مضيع عمري. اذا ما كنتش عايز تضيع عمرك ابتدي من اول دلوقتي حاول انك تعرفه. تعرفه في كتابه، تعرفه في علاقته معك، تعرفه في علاقته مع الناس، تعرفه في سير قديسيه، تعرفه في الطبيعه، الطبيعه التي تتحدث بمجد الله وتخبر بعمل يديك. تعرفه معرفة عملية. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوها. بقى احنا كنا غلطانين بقى زمان ولا ايه؟ طبعا غلطانين. ازاي؟ لما حبينا نعرف ما فكرناش نعرف ربنا، قلنا نعرف الخير والشر. خير ايه وشر ايه يا حبيبي؟ بقى انت كل شهوتك انك تاكل من شجره معرفه الخير والشر، اديك عرفت الخير والشر، عمل لك ايه؟ اعرف ربنا نفسه. يجي انسان يسيب الشر ويعرف الخير. طب الخير لوحده مش زي ربنا. تعرف الخير وتعرف ربنا، تلاقي الخير اللي في العالم ده مش حاجه. الله هو الخير المطلق. الله هو الحق المطلق. الله هو الحكمة المطلقة. الله هو المعرفة الحقيقية. الله هو الحب المطلق، هو الحلو المطلق. كل اللي بتعرفه على الأرض أشياء محدودة، أشياء محدودة. طب لو الواحد فينا ابتدى صفة من دول بس وابتدى يتأمل فيه، الله هو الخير المطلق. اقعد اكتب لي موضوع كده كخادم من القدام تتامل في العباره: الله هو الخير المطلق. وشوف ايه اللي يجيلك بقى من التاملات. الله هو الحب المطلق. اكتب لي موضوع على كده وشوف ايه اللي يجيلك من التاملات. الله هو الحق، هو الحياه. ايه دي؟ تبقى ايه دي؟ حاول تعرف. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك. الناس بيمسكوا دواير معارف مليانة دشت. أنا في مكتبي اللي موجود هنا في أول دور غير المكتبة بتاعتي اللي فوق، موجود فيه يمكن ولا 17 20 دايرة معارف. كل ده في مكتب كتب. وبعدين معرفة الله دي أهم من كل دوائر المعارف. معرفة الله أهم من كل دوائر المعارف. ومعرفة ربنا تعرفه إزاي؟ قال له: أعطيتني علم معرفتك. أعطيتني إيه؟ علم معرفتك. الله نعرفه لما ربنا يكشف لنا ذاته. يكشف، يعطينا المعرفة الحقيقية.
مش المعرفة اللي في الكتب، ومش المعرفة اللي في خيالاتنا البشرية، المعرفة الحقيقية. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. كلمة الإله الحقيقي وحدك يقصد يميزه عن باقي الآلهة الأخرى بتاعت الوثنيين، لكن دي خاصة بأنه يميزه عن باقي الآلهة الأخرى، مش يميزه عن نفسه، لأن برضو المسيح هو الإله الحقيقي وحده. ده بيميزه عن الآلهة الأخرى. أما من جهتي أنا، أنا والآب واحد، زي ما ورد في يوحنا 10:30، أنا والآب إيه؟ واحد. من رآني فقد رأى الآب، زي ما موجود في يوحنا 14. أنا معك كل هذه الأيام ولم تعرفني يا فيلبس. من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أري من الآب؟ هنا لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، يعني يقصد يميزه عن باقي الآلهة، باقي الآلهة الوثنيين، آلهة الأمميين، آلهة الفلاسفة. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده، ويعرفوك لما أخذت جسد بقيت شكلك إيه؟ هنا ما بتفصلش. يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك في ذاتك، ويعرفوك لما أنت أخذت جسد وتجسدت وتأنست، يبقى إيه؟ ويسوع المسيح الذي أرسلته. حكاية يعرفوك دي غالبا أرجو أن ربنا يديني وقت عشان أديكم كتاب، أكتب لكم كتاب عن معرفة الله لوحده، كلمة يعرفوك أنت الإله